يقول لي يا بوحو سي علي واش راه وين علي علي بالخضره سيدي ايوا كون تشوفو في رمضان راه يا قلبو والله والله يعمل فيه حاله سيدي مازال هكذا كان بك هو السوق والهم والدنيا تزال سيدي حبي طعم في السوق حتى يفتح شوف علي بالخضره صباح الخير عليكم صباح الخير بنتي كيف واش راك لاباس واش راك انت الحاج الحمد لله لاباس عايشك كان راك رايح على الخدمه ان شاء الله نعم روحي الله يسهل بنتي ربي يعاونك هيا لا الله يسهل والله قد تعجب الحال غلطه فيه سيدي هادو ما يعيا وما يمرضوا مرجلهم ما والو هم مسمار دابسين مسمار ليه التي بن مسامر الدنيا يحكي لنا البلاد ومو معاون نزلت النية يا بوحو خويا نزلت نزل النية ومازال خير دابا يا فتح يا رزاق واش خل خير يا الحاج طحت دارت رجلي قريب تكسرت يا اخي سلامات شويه بصح والله ما على بالي على ما صبحت يا الحاج المهم خي خرجت سلامات برك رجلك راهي صافي الحمد لله الحمد لله خويا انا نقول لك اليوم ما نروحش الخدمه قالكش ما يصير هذا روحي روحي الله يسهل هيا على خير سيدي هي ثانية تمشي بالمسمار هذا هي اللي مولاها يمشي في اللوطا انتم ما عندكم مسكاليات وعندكم الاعلالي ها ها وين وصلنا سيدي ليلى لا محمد رسول الله صاحبي راك 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 ها سيدي والله ما عرفتك ها عندنا خافوا نتكلموا ولا واش ها هو الكلمه اللي نقولها لك انا تصدق فيها هذا هو مقلد كبير عندهم هنا في الباطنة ايوا هذا هو بوحو خويا هذا راه راجل المرأة اللي كنتي قايلها طاحت كبير وراه غير يتعلم بوحو خويا الله يعيشك اختي اختي راه غير يتعلمها هذا ونبدا يدبش علاه تشتي تدرك عليها يا سيدي هذا راه فنان كبير هذا سيدي الحات لا يحبسك بطل يلعب ولا واش ايوا بوحو خويا نقول لك حاجة والله راك تحبس الشيء اللي ما يحبسش خويا راهي عندك واحدة جديدة يا والله لا إله إلا الله محمد ربي يستر الله برك هذا مكان امين اخويا امين صباح الخير امين اهلا لاباس واش راه عاد الله يهنيك الحمد لله صباح الخير البركه واش راك بخير يسلمك الحمد لله واش راهي المهمه واش نقول لك ولا غير ربي يحاول هذا هذا وين جبت الطوموبيل مع الميكانيسيان ولا كتب ربي راح نديها للطبيب تاعها يعطيك الصحه تهلا تهلا في ميمتك نقول لك الصحه هذاك ما عندك في الدنيا ان شاء الله هاك تعرف اني انا كلش المهمه والله ونعرف نديها على ظهري لا لا راني فرحان بك بزاف ونقول دائما طايع ميمتو وهي دعويها راح نوصلك ان شاء الله للجنه الله يسلمك عمي الخضر تهلا فيها وربي يعاونك ان شاء الله واش نقول لكم ملاقات خير تبقوا على خير بالسلامه والله يا ابو اخويا هذا الرجل غير الزعيم الله يبارك عنده مهم تشوف قال لك ما وما وكلش الحق خطرتين ولا ثلاث خطرات في مقص الزواج وقال ما نزوج والمرأة راه ما عندهم 4 سنين وما خاطبينها له قال لهم ما تبرا ندير كلش الله يبارك فحلوا راجل هذا هما راجلين نحبهم انا الله يبارك الله يبارك الله يبارك انا شفته شفته حبيته نشتي الناس الزينين هذا اللي حافظوا على والدهم ميمتو سيدي ميمتو هذا ما يخليهاش نشتي الناس كيما هذو يا سيدي راه طايع مو تعرفوش معناتها واحد طايع مو راه مدي الخير وكل في الدنيا وفي الاخره سيدي هذا راه سبع هذا هذا سبع هذا راه راه همه وشان هذا هذا راه راجل هذا هذا راه حاجه كبيره هذا هذا راه يكون جبل كبير هذا الله يبارك بالعقل 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 اخويا على الراجل اللي مهمته هذا واش تسعى في الدنيا راه عنده غير الفرطوط راه قايم بها لكش ما صرا له راه مسكين بالعقل عليه الله يعيشك يا دادا راه راجل هذا راه سبع هذا هذا الواحد يفرح يفرح يشوف واحد وقف مع موليه هسي ها حاجة حاجة هايلة هذه حاجة زينة سيدي يا الحاج عيط لطفي يرحمه لا الخير سيدي واش ترى يا عمي الحاج واش نقول لك طلعت الكراج نجيب الطوموبيل حليت الباب جا واحد خبطني نحالي لا نحالي الباب نحالي المرايا هلكني هذه الخبطة كانت عندك يا عندي يا الحاج ليك الخبطة هذه نعم يا تاعي بسم الله الرحمن الرحيم حول ولا قوة إلا بالله سيدي انت انسان مؤمن وتراك مؤمن يا سيدي والمؤمن يا من يا سيدي هاو مخلوع هكذا جاي هذه جات في الحديد والحديد مخلوفه خويا بصح واش هذا امر كيما هذا مانيش عارف على من صبحت والله ما راني عارف على من صبحت لا لا لا, لا عليك دعوي الخير انت هاي جات في الحديدة الحديدة مخلوفه انت عليك دعوي الخير راك مديهم وين ميمتك ايه ايه قول لي انت وين تخدم يا الحاج يرحم والديك ماشي وقتها تروح معاه تروح معاه أروح طلوبين وش بيها طلوبين خطر ميكانيسي وش بيها
الله يستر ربي. راه مسكين خذا ضربة تاع الصح ليا. هذا دعوي ميمتو هذا، هذا دعوي ميمتو على هذيك نسلك. هذه طلب الوالدين. صح صح. نخبيها العقوبة. صح. هذا هذا بغيتيش انا سقسيتو واش يخدم ما قاليش واش يخدم. حوش على خدمته بوحو خويا ندخل نرتاحو باسكو راني مقلق شوي نعيط انايا ندخل. يلا ما نخشش انا نقعد هنا برا. يا ندخلو داخل خير الريح والبحر حيا وكن بعد من الفطور ان شاء الله نروح نقصفو في الدار. يا الحاج نتقبل انا داخل هنا لهوا وليت ساعه ونشوفو الناس طالعين وهاكا. يلاه نخرجو شويه تلفزيون نبدلو الجو نروح خليني الناس تعبو تطلع. هيا بويا ادخل هيا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. لا تخشش فيها. لا ادخل ادخل مرحبا بابا ادخل. هيا هيا بسم الله. هيا 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 يا ربي. هيا الله 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 اللي قاعده زيد ابوي. انا خير من برا نقول لك الصحه ابو اخوي. يا سيدي كيف تقول لي هنا خير من برا؟ هي برا تشوف وجوه تشوف ناس جديده واحد طالع واحد حابط. يا ودي قلت لك هنا خير تريح شويه انا من برا ربي يعيشك ابو اخوي. انا مليح. انا تعجبني دارك بزاف بزاف بستسعه سيدي. حتى الكراسه عندكم ما يشبهوش كيما الكراسه اللي عندنا حنا. هذا راه زين هذا تاع جلد. هذا جلد. ايه هذا جلد مليح مليح وكاين جلد خير منه. الله غالب يمكن ما عنديش شريت هذا الجلد. يريح شوي يريح شغل جلد بقري كي تضرب الحمان فيه بزاف يعود يريح ريحه الجلد. داك شفت ريحه الجلد هذه كليت ولي الحيه هنا كي رانا دابغين شكوى ولا حيه يعود ريح جلد تاع هاي دوره. سيدي ما قلناش سيدي بطلنا. هذا الواحد يشري حاجه زينه ولا ما يشريش؟ نروح خويا نروح نشوف الطفيله باش ما تستبدل لك حويجه مليحه. بلي تحب تاكل ماكله مليحه نقولها عمك بحورا وهنا طيبي له ابرات مليح وماكله مليحه باش يفرح. بلي انت كتعود صايم راك تعود ما الضو ما يدورش. ربي يعيشك. دوك نجيك. يا هنا بنيتي واش؟ واش راهي بنتي؟ ما درت لك شربة فريك كيما تبغيها انت. كيما قلت لك كتعطي الحيمة غير شوي شوي يخ. ها لا درتلها برا كاع اللي جبتها. اللي جبتها كل درتيها؟ هي راهو عندنا ضيفة بوي. تقريب كيلو لحتيها كل في الشربة. وعلى بنيتي حنان وعلى قداش الخطرة قلت لك يا بنتي طيبي لنا شربة فريك باللحم. واش قلت لك ديري لي لحم بالفريك يا بنتي خدعتيني هنايا. معليش ابوي ما تقلقش روح. انا نورمالمون ذيك الهبرة اللي درتيها نخرج منها 30 طرف. سما نكمل رمضان على حسابك انت سما غدوه نعيدو حنا خلاص. اي واش ندير؟ غالي الشيء يا بنيتي اللي الحمى راه يخلع. انا نعود كي نسمع كلمته تجيني الحمى راه فيه الحاول ميم كي الحمى بعيد الشر. انا عدت ما نحبش نقول الحم نقول حم. معليش ابي انا قلت كي عندنا طيب هادرت كل شيء. واش من ضيف هذا راه بوحو هذا راه بوحو. وتجا نقول لك حاجه غير ما تدوريش بنتي قدام وصل قلت لك ما تجينيش لهي. بوحو راه عنده عينه قاطعه بعيد الشر ولا ضربك راه يجيبك قد قد راني نقول لك. لا ياك صاحبك. ما قلتلكش موش صاحبي بس عنده عينه قاطعه. ما تدوريش قدامه بعيد الشر راه ساعه ساعه ويخبط واحد. كي يعود صايمه راه اللي تجي قدامه يريبها بصح كي ياكل ويشبع خلاص يلقلي ولا ما يعرفش يعين بعيد الشر. ابوي ولو كان يجيسك انت. انا اونتي دوت عندي. انا ما يقدرش يقيسني بنتي بصح انتي ما تقدنيش. ياك انا يقيسني. ايه بنتي شوفي طيبي وشوفي ما تدوريش. ما تكثريش بزاف في اللحم ماشي كيلو في الشربه وكيلو واحد اخر في طاجين الحلو وكيلو في الدولمه وكيلو. سي 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 راه اللحم واعر. معليش هاي ما تخلصش. غير شوي شوي بنتي. هاي روح. ولا ما طابش غير عاودي خرجيه. ها؟ ها؟ طيب روح بيا روح بيا. ما الواحد عنده تسافي والنسبه روحو. يا وخدي واش هادي عمي بوحو؟ هلا واش راك يا سيدي؟ واش حالك؟ ما غادي لا ما تصرنا واش راك صافا؟ لا ليش بويا كاو طلي فيا يا اخي ما خصك والو. يا وخصني هذا الحياه اللي ما حبش تمشي خلاص. ماشي لي بيل ولا يا عرفت عليه هنا. ورجو ورجو ورجو. فاق اللي بينا. شوف يا اخوي شوف. اوكي شوفوه. شوفوه ترى. ما شاء الله يمشي.
يا ربي يحفظك. ادو سنين ولا اه جي ربي يحفظك ان شاء الله. بدك بس وجلام طالي في شويه تظهر هو ده مضطر فيها والله والله عنده واحد الحكمه ربي يحفظ له فمه ان شاء الله. يا سيدي قال لك ريبيل وحده فمه واش قال لك؟ واه ما قال لي والو. عاود لي كلمه بكلمه من اللي تعرف انت ويا حسن. قال لي والو شيخ والله ما قال لي كل واش صرا. كان عنده البوست اللي بين ما يمشيوش. حكمت لي بين عطيتهم عاد رجعتهم في البوست ولا يمشي البوست مشى البوست. واش تقول؟ سكت عليا سكت. شوف روح لعنده تبع واش نقول لك. البنت اللي عشنا نحطها له الفيديو سلم له على راسه وقول له عمي بوحو هذو شري بيهم بلاد جدد قول له من عندي. واش ما تحوش تفهم علاش واش قلت لك دير دير. هاي امشي امشي امشي. يا عمي بوحو اسمح لي اسمح لي هاك والله غير تحكم. واش هذي؟ احكم احكم والله غير تحكم. روح روح روح. وقال لي والله غير مديت لعمي بوحو قال لي مسكين البيلات مسلو قال لي نعطي له قياس البيلات وتدعي له ان شاء الله تلقاها مفتوحه قدامك ان شاء الله يا رب ان شاء الله يبعد عليه العين يا سيدي. امين يا رب العالمين. ربي يحفظك من العين ان شاء الله ان شاء الله. سيدي الله يحفظ له فمه ويحفظ له سنيه ان شاء الله. يا اهل بابا طحني طحني الفكرون طحني الفكرون متاقة بابا طحني الفكرون متاقة. بحر عليه انت راك لاباس شي بحر عليه الفكرون مسكين علاش علاش روح 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 ربي يسامحك علاش وش صار هنا وش صار في الدار. روح الحمد لله كيش لك يا وليدي وش بك تايا بوحو خويا فكرون ما سلكش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيدة يا غام عمر تخلع بسرعة كبيرة وصلني انتها جاي تخيل في الفكرون وبحر عليها تفرح الفكرون في التعبة تقلب قال لك الفكرون بعيد شر عمره تقلب من ديك الجهة. لا 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 محمد رسول الله أخي ملعقون والله العظيم راه كيف الضربة راهي جات فيه يا أخي سيدي والله العظيم خير. جدي جدي واش يا وليدي؟ كاش ما شري لك؟ لا هو راك رايح راح نقضي الماما صحيت وليدي صح من بعد من بعد وليدي روح شري وبالك عاد راه عيش. الله يبارك الله يبارك فيك. هذا وليد الطفلة هذا وليد الطفلة الكبيرة شاطر الله يبارك شاطر بالسلامة يا ربي يحفظه ويسلمه امين ان شاء الله. نسيت اسمح اسمح لي كريم الله ما تروحش خلي نشري ما تشريش قلت لك روح. سيدي هذا وش بيهم طايرين هذا الطفل اسمح لي فكرت قلت له لك حبات بنان قلت له عم تبغى روح حبي يدسر بالبنان انا بالي بلي تشتي البنان نتايا هذا واش يعجبني هنا عندكم البنان. قال لي والله غنشوف جدي حبات ملح. يلا ربي يحفظه ان شاء الله. دعي له ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ان شاء الله يطول له في عمره ان شاء الله يكون صالح ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. شو هذا سفيان واش هذا واش صرا؟ اكسيدون وين؟ تحت الدنبه تاع الباطين تاع الباطين تاعنا تحت والله غير مانيش عارف اين يسلك منا والله. لا لا الجيران دي مليح هاوني رايح نشوف والله ما نعرف اين يسلك. روح روح يا الحمد لله يا سيدي روح 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 يا ربي يستر رمضان يا رمضان ابو خويا زراري ربي يستر ان شاء الله ربي يلطف ربي يلطف. قبيلة الفكرون درك الطفل والله تاع قداش 40 سنة وأنا ساكن هنا نهار ما صرات هكا. سيدي حتى حتى الدراري مالهم تلقي لهم في الطريق تلقي لهم هكذاك في الشارع والشارع ما يربيش. أنا بوحو خويا بيني بينك ربي عايش خويا عينك زينة خويا دور على جهة أخرى الله يعيشك عندك الدراري برك خويا. أستار 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 هادو هما طواجني الحاج هادو هما طواجني ما بقاتش النية اسمح لي رجع لي دراهم. اسمح لي درك أنا أخدم لك أخرين تتسوي. لا 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 عطيني دراهمي وخليني راك تسال. لا لا ما نساش عطيني دراهمي ولا روح نشكي بيك. روح نشكي الله لا يترك رجع. يا لطيف من بوح بويا حتى الاولين قال لك العيان اللي يقلو الجام ودور به في السوق سبع دورات وبالك تروح له العين. اي اهلا عمي بوحو قرب زادنا بركه سيدي. وش حالك؟ اهلا بيك واش راك؟ خير قرب قرب يا خويا. صح صح الحاج دخدر راه دار لنا منك قصه تاع الف ليله وليله
أمكم بوحو دير، أمكم بوحو قيل، أمكم بوحو صالو، نحبة كبيرة. أنا أخيها هذا ثاني راه طفيل رجل كبيرة بنتي. الله يبارك، الله يبارك فيك يا هنيك. مش حالكم؟ والله غير لاباس الله يهنيك، والله غير الحمد لله. باقي عليك ستر، قولي سقسيك برك. الحاجي يحكي لنا على حياته في الصغر في الدوار، قال لك كنت أنا هو الواعث محمد يقدرني. قولي سقسيك. لما واحدة مربين في دار واحدة وزايدين كيف كيف أنا وياه، رانا راضعين ميمة واحدة. طفيلة اللي راهي عندك، راهي كل شغل بنته. الله يبارك السلام. الله يبارك، الله يبارك. يكون نقول لكم حاجة اللي خايف تضحكوا عليا، فكرتني بشرط المرحومة. لا شربت على المرحومة لا ولا، والله الطفيلة هذه ما تعرف تدير حاجة كيما ما شربت المرحومة وحدها. الطفيلة هذه راهي قاعدة تتعلم تدير شربة برك هكذا وخلاص. اللي تدير شربة المرحومة الطفلة كبيرة اللي راهي عندي. أرواح نعرض عمي بوحو دير لك شربة فيها ريحة الوالدين. وين ندير شربة تاع ريحة الوالدين هذا؟ ما عندها لا شربة لا ولو صامتة، ما كانش اللي يرون بلاصتي شربة تاع أمها، ما كانش. راني نقول لك خش راهي شربة برك هكذاك وخلاص. الحاج تراك تصبطي في بنتك. إني نقول لك حاجة، واش بك تغلى الآخر؟ ما ديرش كيف كيف، ماهيش كيف كيف. إي تاب روحك أسيدي، تجي تقول لي أنا نجي نذوق شربة بنتي تفكرني في أمها. أروح أسيدي. بابا بابا، واش مسحت عليها الشربة؟ شربة سخونة يا الله. سيدي كي ساحة الشربة روحنا وش رايحين ناكلو؟ وش راه بنيتي؟ وش راه شي خير؟ بسم الله بسم الله. وش راه؟ الحمد لله. لا لا تقول شي واحد جرفد القدر وصبها عليا كاع ربي يا حفيظ. هو 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 على بالي. قلت لك يا عمر قاعد نغمس فيك ونقول لك اسكت، وانت قاعد تقول له مرتي دير الشربه مليحه، وانا على بالي. واش فكرك اليوم انت في المرحومه ربي عايش؟ كي تفكرتها اليوم جاتك يا اخي. نسيبتك ماتت وخلتها صغيره ما تعرفهاش. خلاص انت جاك الوحش اليوم اللي نسيبتك. انا قاعد نغمس فيك. الحاج ماشي تالي قلت لي تربى معايا وكبرنا كيف كي. انا وين عندي خبر يا تربى معايا وخويا وكل ساعه عنده عينه بعشر، عنده عينه قطعه قاعد معني. كنت راه نقول لك اسكت. هو الشم الشربه انت لحتو ديرك جا لهنا المراه وطفر عافيه اعلاها اخويا. انا نروح سما يعودش ما يدير لي فضا ما نتكلش عليه وحده. وي هيا نمشي. جدي جمال اقعد هنا روح تقرا روح تقرا روح تقرا. انا ماني فاهم والو. العين وبوحو والشربه واش صرا؟ طب دوك واش تحوس عمر على هاد الداين؟ حرقت خلاص. سمحي لي تاني تفرفشي تقول يديك في جوج قوش. بديتي تاني تقولي تفرفش وشوف كيف راني. هيا خلاص. راني ديت نطيب انا، راني ديت دوك نطيب انا. واش على الفطر دوك انا؟ صيبة عندي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا سيت وادي. اهلا سي بوحو واش راك؟ واش حالك اخويا؟ انا كان حويله. واش يا لطيف يا نهار اليوم كيف هبت عليا؟ خير ان شاء الله. الطواجين اللي كانوا عندي ديرضوا راح، والفريجيدار فهمتني راح منه الغاز، التلفزيون تي اشتي ثاني راحت حرقت، الكايكوطه اللي في هذيك الصفاره ولات ما تصفرش قاعد لي قلب وطاجي دروك. يا سيدي استحمل القدره انت ولهلك مقلق حق داك راس. لنسقسيك لوجه الله برك دروك. وين راك رايح؟ رايح منا شم الهواء. رايح منا؟ ايه ما لا اسمح لي انا نروح منا. سيدي واش راه بياكلوا هادو؟ بخير عليه. روحوا انا يتربعكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فو فو والله لا إله إلا الله. سيدي هشدوا ولادكم معاه، يجيبوا ثاني تلقوهم هكذا في الطريق. يا عمي بوح اقعد كيما راك ما تبوجيش. شو قدت لي الزبية تاعي حرقتها لي عليها. انا جات ثاني وليت لي وراحوا ولي انا اللي طيبتها ولا وش؟ لا عينك هي اللي حرقتها. شد تشوف. واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة في عينين الشيطان. وشنو هذا؟ ملح. ولي أنا لي زانجوا باش يقلع لك لمال هادي اللي راهي فيك. راك لك تنكع الفطيمة غا عمي بوحو. هاك هادي سيكونس مين من عند أختك خيرة
شد لك كأسي مانا هذي وساعة ساعة دور الميسيل تاعك من هيه ما تشوش مجيسي الله يخليك. قيلوني 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 روحي الله يكثر خيرك إن شاء الله إن شاء الله يتحرقوا عديانك. سيدالي مش ندير أنا درك هالقاز اللي ما كاش جاي شت بلا قل عمك لك توش ما سمعت والو وش كان بطي ما راح قاع القاز. ها القاز راح قاع وين ما متريسيتي راي تروح وتولي من العسية مسكيش تكون طفيتها ورقتها وشنو روح 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 كنت رايح عند صاحبك آه. روح عند صاحبك وفطر عندهم بعد تاني نروح نعاود نولي ايه روح بدك تقطعش الهضره بزاف روح روح اي يا سيدي ماكش فهمولو انت روحوا يا اخويا نوض نوض طفيتها ها طفرتها صحي طفرتها ضربت ليك دابا نوض نوض نروحوا واه المغرب روحوا روحوا هاني جاي دوك نجي يا بابا كيفاش نديرو نص طياب راه نص طياب يا طيب كلش راح كلش ما هاكلش عطيني تشوفي هاري عطيني شويه ماء لدي الخبز نروح نفطروا برا انا وبوك وما نقعدوش ما نقعدوش وحنايا هفطروا نتوما وحدكم انا نديه للجامع يفطر تما ومن بعد نعطوه ما يجيش بس كل حاجه راهي ملونه مش مليحه شوف نعطيك شويه شربه تاع البارح بس نسخن هذاك ما تسرقناش خي الغاز ما كانش هذا يا عبادي هذا دير دير سد الخبز راه راه ما نكون نخليه ولا راهي ما سلكش على خير روح ابو هو اربعه اربعه خويا اربعه هاي هاي واش تبغي اعطي لعمك بوحو اعطي له شري بس نروحو الله يبارك وهي اللي طيبتها روحي بنتي روحي بنتي روحي الله يبارك الله يبارك الله يبارك افتح هاي 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 روح 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 خويا روح 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 هاي هاي هيا شريش ليش وراك من الدنيا الحال هيا روحوا للجماعة بوحوا خينا افطروا ثم هيا هل ما نقولوش انا في الباقي ما بسيبش سهل سهل هيا روح روح روح